الله في. ورحب بك بداية سيد محمد. اهلا وسهلا بك يا احمد، حي طيب لك ولمشاهدي قناه ليبيا الحدث. نعم سيد محمد، دعني ابدا معك في موقع تمل رادار المتخصص في رصد الرحلات العسكريه الجويه في شرق البحر الابيض المتوسط او في حوض البحر الابيض المتوسط بالمجمل. طائرات عسكريه في وقت فرض فيه المجتمع الدولي هدنه في خطوط حمراء وضعت، وفتح ملف المفاوضات السياسية في الرباط المغربية. كيف تقرأ هذا المشهد العسكري؟ هل هناك ما يحاك تحت الطاولة ضد وحدات الجيش الوطني في هذه المنطقة؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد. أحمد، يعني بطبيعة الحال يعني المشهد السياسي يعاكس الواقع العسكري والإنساني والأمني في ليبيا بالكامل. يؤسفني جدا يعني هذا التخبط الذي تعيشه السياسة بسياسة البرلمان في التعاطي مع الأزمة وقراءة المشهد الدولي في كيفية أن التخاطب والحوار. يعني المجتمع الدولي اجتمعت كل الدول المعنية بالشأن الليبي واتفقت في مؤتمر برلين وأخرجت لنا مخرجات برلين، وتم اعتماد هذه المخرجات وفقا لقرار مجلس الأمن 25/10. كان يجب علينا التعاطي مع هذه الخطة أو الرسمة التي الخريطة التي أعطاها المجتمع الدولي في عملية الحوار السياسي والخروج من هذه الأزمة ووضع ونقل الثقل على كاهل الطرف الآخر الغير ملتزم. نحن نمتلك جيش قوي، يعني بصراحة ليس تطبيل وليس رياء وليس كلام على الإعلام، بل هذا واقع نلمسه نحن كليبيون، وقد بنينا هذا الجيش في ظروف صعبة جدا. للأسف السياسة الداخلية للبرلمان وللحكومة المؤقتة كانت عاجزة في التعاطي مع المجتمع الدولي، كانت عاجزة في عملية التخاطب، والدليل أنها عادت إلى النقطة الأولى ونقطة الصخيرات في محاولة منها لصناعة مشهد جديد. ربما احتقدوا، أنا لا أخون أحد ولا أريد أن أنقل خيانة إلى أحد، سواء كانت البرلمان أو رئاسة البرلمان أو وزارة الخارجية، ولكن قل المعرفة وسوء التصرف هذا أمر ينذر بأن تكون ليبيا عراق آخر. نعم. المجتمع الدولي لديه رؤى أخرى ولديه طريقة أخرى في التعاطي مع الأزمة الليبية. السياسة مربوطة بالاقتصاد، مربوطة بالمصلحة التي تريد هذه الدول. كنا أمام فرصة تاريخية في عملية الحوار السياسي في نقل الملفات الثلاثة، الملف العسكري 5+5، الملف الاقتصادي، الملف السياسي. ولكن للأسف يبدو أن القراءة السياسية للمجتمعين في المغرب كانت غير صحيحة، وهذا أمر خطير جدا. يعني نحن وأنا نناشد الشارع الليبي وأحرض الشارع الليبي بعدم القبول أو الانجرار في أي حوار يمكن أن يربطنا مع هؤلاء في عملية تقاسم السلطة. لا نريد العودة إلى المربع الأول، مربع الصخيرات، لأن الصورة ستكون أكثر ظلام من الصورة التي قبلها. ولكن الحل الوحيد الذي يفرضه مجلس الأمن هو عبر المفاوضات السياسية التي تمثل الطرفين. نعم، من مجلس الأمن صحيح. وهناك المجلس الأعلى للدولة، لا يوجد خيار آخر. يعني صحيح صحيح، يعني مجلس النواب مجبر وغير مخير أن يجلس على طاولة الحوار. صحيح. بالنسبة للاجتماع، يعني كان في تصريح لأحد المسؤولين في البعثة الأممية أن هذا الحوار الموجود في المغرب لا يمت العلاقة بما أفرزته مخرجات مؤتمر برلين وما تم استصداره من قرار مجلس الأمن 25/10. الليبيين بالكامل سيحفظون هذا القرار لأنه قرار مصيري، قرار قد يعيد الهيبة. نحن دعنا نتحدث بواقعية الشارع الليبي. نحن قادرين على الالتزام بأي بنود يرسمها المجتمع الدولي، كوننا لدينا قيادة انضباطية ولدينا قوات أمنية منضبطة، ولكن الطرف الآخر سيكون عاجز أمام أي اعتبارات أخرى يتم فرضها من قبل المجتمع الدولي. وهذه الصورة لم تصل بعد إلى البرلمان. يعني تو انت اجتمعت معهم في المغرب، ما هو يعني ما هي الضمانات التي اعطاها لك فايز السراج ولا غيره ولا المجلس الاعلى للدوله؟ يعني حتى الان لا زالت تركيا مستمره، كانت لدينا شروط انسحاب المرتزقه وانسحاب القوات التركيه حتى نصل الى نقطه الحوار السياسي. حتى المجتمع الدولي في مؤتمر مخرجات برلين، عفوا احمد لا احب الاطاله، ولكن ضروري جدا ايضاح هذه النقطه. المجتمع الدولي أعطى أولوية للجنة العسكرية 5+5 قبل الخوض في الحوار السياسي،
والحوار الاقتصادي لأجنتين الآخرتين للبدء فيهم. لكن للأسف وجدنا أنفسنا ربما نكون في لعبة جديدة، وهذا ما يثقل كاهل الدولة الليبية، وقد نجد أنفسنا على العموم هو حوار مبدأ الآن في الرباط، الحوار الأساسي ربما سيكون في جنيف منتصف سبتمبر الحالي. أشكرك على كل حال أستاذ محمد اللافي المحامي والناشط الحقوقي، كنت معي عبر الهواء مباشرة من مدينة درنا، شكرا جزيلا لك.